الله. الله تبارك وتعالى جعل القرآن الكريم نورا وهدى، وجعله شفاء من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصفه الله تبارك وتعالى بالشفاء، ووصفه بالهدى، ووصفه بالنور، ووصفه بالرحمة، ووصفه بالروح. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في هذا النور، في هذا الهدى، وفي هذا الشفاء أيها الأخوة، قصص عن شخصيات، قصص عن أعلام. هذه الأعلام مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى للعبرة وللدروس. الله سبحانه وتعالى mentioned in the Quran stories of some people, examples, as a role models for the believers. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned also some examples of the bad people, of the kuffar, those who rejected the da'wah and the rahmah, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We will take from time to time to show and take some glimpses from those people, from the good people, and we point out some of them in some lessons, inshallah. هذه الشخصيات مبثوثة ولا بد من الانتباه إليها. الله سبحانه وتعالى شخصيات بالقرآن وقصص. ضطبوا إليك قشكي، رجال بو إليك قشكي، ضمر بو إليك قشكي. ضدكاس ضد مؤمنين هو نفسن إله وقصص. ضد حنحن أو دعوة هي الدين تكسر رجستنا إله وقصص. سيتو صالح وقلنا غضان. ضدكا إلى قيام الساعة. وضرب الله مثلا للذين كفروا، وقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى gives examples for the مؤمنين men and women, and gives examples for the kuffar and about the kuffar, both men and women. I will choose today أخذ قصة مؤمن سورة ياسين. There is a man Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in سورة ياسين. By the way, so many hadiths have been mentioned about سورة ياسين, but all of them, if we do not say most of them, are not authentic. But it is a beautiful surah among the surahs of the Quran. سورة دوينة وكمدة سورة ده القرآن كستو حديث بضن وشيغة سورة ياسين، لكن وحكا عن صحيح المجلع. إلهي سبحانه وتعالى لمؤمنة وكشكي، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المؤمن. أرسل رسولين إلى هذه القرية. لما الرسول بإلهي سبحانه وتعالى ودري، الله سبحانه وتعالى sent two messengers to those people to that city, Al-Qari, but they rejected them. They tried to convince them. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent one more, third one to them, Rasul al-Thalitha. They did not accept the da'wah. While they was discussing that and rejecting and trying to push them out of the city,
وأيوري وأقولاته دعوة أنت أقبل وين أي رهذان لقح أيام إذا كنت لينا لقح أيام إذا كنت لينا أي ننكاس مؤمن كاه إله الحسين أي إله القرآن كقصة ليس كسجلي إلى قيام الساعة ضد المؤمنين تأوه تصالح أي كسو أرضي مصر وأردي مقالة الجيسك He was jogging from the corner of the city and he came to them. وحو اسكو داي انو قنعي رسوش الهي محاد كدريس لدان وحبح ولا انو ويديسن دعوة ايدين كان محاد كدريس ماذا ولا ليالو رميسان طرق يوم ماذا رميسان دعوات ايدين اماتي هذا المعان وقبو او اسكو داي انو قنعيه ايو اشا وحبك ما يقبلينه سجي أي بدلين سجي أي بدلين قول عجاء إن إيمان كاس وشجنة هي دعاء هي رسوش ودفاعية هي حق أورمي إن كان كرتون نفتي حتى إنه قوة لكن دبوا بمن نقول دبوا بمن نقول he did not retreat he was knowing that they may kill him They might kill him, but he defended the messengers, and he tried to convince them to take the da'wah. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين Then he announced clearly, strongly, حب سيأه أشد إني آمنت بربكم فاسمعوا I believe in Allah سبحانه وتعالى I am a believer of Allah سبحانه وتعالى Listen to it and convey to those who are behind you. Whatever you can do, you do it. My heart has accepted the da'wah and the iman and the faith. They killed him straight. Allah subhanahu wa ta'ala changed the story to us, telling us what was the last, the end of the story. Allah subhanahu wa ta'ala tells us, when they killed Allah subhanahu wa ta'ala straight he put him into the paradise. This man entered the paradise street. If you want to see somebody who entered the Jannah and who is telling the story of the Jannah, ask this mu'min who is in Surah Yasin. He will tell you the truth. Hadad Raftuqof Isaga oh hadlayah jannadi liki oh jannadi kaso hadlayah oh kagawu ramayah قفك سورة ياسين قصة ليس أيك أواخر سيأغي قصته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إلهي سبحانه وتعالى تصلي سيئة وكلامي كوي محاقل عيد لي سيئة يغنى والله نرشك الله سبحانه وتعالى mentioned also the end of that city Allah subhanahu wa ta'ala told us the town what was the end of their story when they killed the mu'min they rejected the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala revenged from them but he did not send troops to them he did not need to send troops وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ Allah subhanahu wa ta'ala crushed them, destroyed them, all of their city. There are some lessons we take from this story, my dear brothers.
درس الأمور هي وحوي سرعة الاستجابة للحق. How the person is required to accept the دعوة very quick and hasten to it when he sees the proofs of the truth. And then, not only that he accepts, but he calls for it and he defends it. You know, آمنوا أو رمي أو حق مركو أمو أو شابو أو اللي بالدفاع لب دعاد إيا الرسوش إناني حولو كوي ديسن ولدتك أجر كوي ديسن دعوة دود سيد قبول ونقط صد السلوك دعوة the way you are called should be accepted, should be the best beautiful and suitable lesson to call the people. سيدة هو ناكسن إلى دعوة ده تصالحة مؤيا لهن محاد دعاء ده أرمي ويدين مؤيا لهن وعكير وما لي لا أعبد الذي فطرني محاد أرمي ويدين سنة تصالح الصلاة وأيو محروا هذا كأنه مقبوج قوم كنجهل ده ee gaalada ee tolkiis ee reerkiisii ee hadan haqii aan aqbalin oo keligiis uu ka aqbalay talee noo sheeg magaaladaas dhan oo reerkiisii tolkiisii qabiilkiisii degana keligiis uu ka aqbalay inuu hadana uu cadeeyo si tartiib ugu sheego maaha tahakum iyo xoog iyo yaa caga jugleyn maaha su-aal waalid isqalqaad maaha wamaa liya laa acbud fatara wa ilayhi turjacuun markaasu iyaga u tilmaamay oo si indirectly ah hadalka markuu u hormariyay naftiisa ayuu idinkuna naftigeenu ilaahay u noqonaysaa meel aad ka aadaysaan waylahay tuunjo dana hadalka kun aattakhidu min duunihi aalihat ma ilaahya kalaan u samaystaa maynaa ilaahya kalaan samaysanaysaan way ka duwan tahay markuu yidhaaha ma ilaahya kala waa inay dhegaystaan waa inay dhagaha balquraan ayaanu hadalka ku gaaro marka leeyahay aattakhidu min duunihi aalihat إلهي كلام سميستا إلهي سبحانه وتعالى كسبه يعني إن يريدني الرحمن هدو إلهي إلى الدور لباطل يا بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إلهي إذا وحبي ما تريا يشكون الله والإلهي أنحن وحبي إذا تريها أو ما لتقحيا بعد ما لتقدر تقتل بسوط بذي يعني بركيو لكن هذا سيقات الصالح تسوق هذه يا سيدي السنية إلهي أنا عبدها أوه لأنه يقول أغاين إنه دين تود أمي سيئة يسعون إلهي ورمي إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين يعني بعد إني ما عد ما نقصه من هاي حتى نصد عصمي if I do like that I'm astray he did not say you are in astray you are in ضلال بعد ما نقصه من هاي مر إلا وتفيسان حكم الدين إني إذا لفي ضلال مبين كذب أيهم حقيقة سمرك وعدس إني آمنت بربكم فاسمعون هذا حسن الله هيدين إيه هداد تقيسن له هيدين إيه هداد رمي الله هيدين إيه هداد أريك إبدين له هيدين أما لباتك لتو لا إما الله هيدين وقال هو رمي إلهي سبحانه وتعالى علماء المفسرين توحي الشيقية ننكا سبحوها markay rusushu yimaadeen gaalada nin xanuunsan buu ahaa magaciisana waxaa lagu tilmaamaa xabiib najaar magaalada koonigeed deganaa nin iska shaqaystu ahaa hayeeshee cudur baa ku dhacay baras iyo judaan baa ku dhacay jirkiisoo dhan la googooyey wax daawa muyahelin asnaamtaasuu 70 sano caabudayda dhagaxyuu caabuday 70 sano markay ugu yimaadeen dadkan rususha ah oo ay dacwadii u bandhigeen wuu rumeeyey markuu rumeeyey ilaahay bay u baryeen in ilaahay xanuunka ka qaado ilaahayna uu ka qaado uu caafimaaday isla markii shaqadiisi uu ku noqday waxaa la yiri shaqadiisa uu shaqaysto wuu xogsan jiray maalintii waxa uu soo shaqeeyo nus iyo nus buu ka kala dhigi jiray nusna ciyaalkiisa iyo gurigiisa ku masruufi jiray nus ka kalena waa sadaqaysan jiray waa sii hormarsan jiray sidaas waa
markii uu maqlay magaaladii dhexdeedii in rusushii la rumayn waayo ooba la doonayo in la dilo oo dhagax lagu dilo ayuu soo orday, kabihiisa xataa uu kasoo tegaaday ama gacanta kusoo qaatay, orod buu ku yimi meesha. Dadkiibuu markaa khudbadaas ilaahay subxaanahu watacaala noo soo tebiyey quruxda badan ee aadka u quruxda badan ayuu u tebiyey, mayan dhegaysanin isagii bay inta ku jeesteen ayay kow kala siiyeen, waxaa la yidhaahdaa minshaar bay ku kala jeexeen, minshaar bay qaateen madaxa ilaa lagu helbu kala jeexeen. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku karaameeyey naftiisiiba iyadu markii sii baxayso jannada inuu ilaahay subxaanahu watacaala geliyo. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qalbi wanaagsan oo wanaagga u jecela, dadkii dilay allaha rogoma dhihine, wuxuu isagoo jannadii jooga ayuu haddana soo hadlaya ilaahay subxaanahu watacaala, wuxuu idiisanaya inuu ka gaarsiiyo oo dadkaa u sheego hadday ogaan lahaayeen nicmada iyo kheyrka aan ku jiro way rumayn lahaayeen, wanaag buu la jecel yahay baa culimmadu waxay yidhahay. Isagoo nool tolkiis naasix buu ahaa, isagoo dhintay oo jannadii iyo aakhira tegeen naasix buu ahaa laba goor, qof saasana lama arka. Duruusta waxaa ka mid a qalbiga in la daahiriyo walaalayaa, waxaa ka mid a in xaqu hadduu kuu caddaado aada u degdegtay ee aadan ka gaabin, waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala na tusay xaqa iyo baatil weligood inay sidaa u dirirayaan, waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala kuwa xaqa hortaagan ee xaqa hor istaagee la dirira caaqiba xumadooda iyo ciriftooda xun meeshay ku dambayn doonto. إلهي سبحانه وتعالى ننشر إلهي سبحانه وتعالى هلاقي أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في هذه القصة العجيبة المعجزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون،
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قفك الجنة قال والبطر قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أيها الأخوة الأحبة تمسكوا بإيمانكم stick to your religion to the end defend it with your souls and with your wealth live for it and stick to it هايست أو كدجا أو قبصر كدجا مؤمن كاس من شارك الوكرة قوي ينتي سكميك حين حول يا لعد يا شريمان يا رير إيمان كيان لغتي دين تيان روح يا الله طيان صلاة عبادة صوم كار آخر الله وإن وح والبا أدنك جوي حتى نفسنا في الصلاة تاسوية الإيمان انت أكد يبوح نقول لفاق ما أنت وصقالات في محر برنا وطبا وعشورا وحكو السؤال دي حقيقة ما أنت أو جمعة أو صقال في بري أو طبا oo ashuraa ku soo gaarto sabtitaa dadka qaar ka is waxa hooga bukhari xiraan sabtida hadis baa jira nabi kaleysa salaam uu kana hayay dadka inay soomaan there is a hadith the prophet sallallahu alayhi wasallam tells on the saturday that you do not make fast ariga hooga dadka bukhari qulub qalad sabtida ma la soomi kara way jumada ma la soomi kara jumada la hadis baa diidi ولا لي يا روح عندي شيء أما حديثك الجمعة إلا صوم كل جيت واحد صح لكن هو مركا جمعة كل يوم لقس دلو كل جيت إلا صوت صون إسك تطوعة أو عن سبب كره لحين إلا الجمعة كل جيت صوته وترى ما أنت فصح لي ما أنت إسك سون تاسع لديدي أما حديثك سبت لقصة أروي حديث درنوي علماء بدلنا إكهدش قال كنا إدهن مصر لكن هديبا أن كسو قادنا إنه سوية هاي علماء الله سوية وحسن بأن كسو قادنا وحو يسوي لكو جيدا ما لنت الثبت لأه وكل جيد لغو قاريا لأي صوت سيدينا وحي جلت قاعدة قاعدة سوحوي وحيالها ليس كما منوعي هذه أي تماضو سبب حديث كلاته أما الدليل كلاو شرعيه وتصنيه وإكسبشنال ويكس كبو سنتهي نهي دي عامك هاي الله شاكي وهي السبب لي فور إكسامل صلاة بعد العصر بعد مساجد كصوبش وحي جرى حديث ورانا هي عصر كدب صلاة دي مجر إسلام رهان كاس واحد جرى حديث كله أورني مساجد قعدات صوب قشوا وين اللي مرق عرق على خفيف أو تحية المسجد سير ليل ليس وافجن وحوي صلاة عصر عصر وحكت ما يصنع إن أقصد ذب لا ما أقرأ لكن السبب هذا يتم عضو مساجد بس صوب قش اللي تدخل المساجد ما بدك يعني بعد العصر بعد تيمي tan sabab bay leedahay hadiis kale nas kale ku soo aroray tiibay marka khaas yeleysa ka soo reebaysa oo yadu sabab bay leedahay culimadu waxay dhahaan dawaatul asbaab wixii sabab leh hadiis gaar ah baa dhigay gaar ku soo aroray marka waa tukaraysa oo ku xis
sidaanu kalena waa saar jimcada lama ogola keligeed inaan ku gaaliyo laakiin masalan maalin caashuuray noqotay ama maalin lamiday noqotay ama keligeed kuma khaasiyeelay sida maalin ka dambaysa ama ka horreysaad soontay jimcadii waa la soomi markaa waxdiidaya ma jiraan sabtidii saan idhi hadduuba xadiiskeedii ansaxay sabab baa timid si guud ahaaneed keligeed iyadoon sababi jirin waaba lagu xambaaray keligeed inaad soonto laakiin caashuuraa timi masalan sanadkii marbay timaadaa lama dhaafi karo sabab bayna leedahay wax ku diidaya ma jiraan sabtida inaad soonto yowma carafaa timi sabti bay noqotay maxaad samayn xadiis baana ku soo arooray mawaadi xadiis baa jira oo kaleeto oo sabtida diiday dee sabti hal mar bayba timaadaa sanadki waa la soomayaa hadda xadiiska kala sugaa marka wax dhibi kuma jiraan sida ugu wanaagsanna caashuura waxa weye hadday timaado maalin ka horeysa oo sagaalaadka ayaa nasku ku soo arooray nebigu calayhi salaam wuxuu yidhi sagaalaadkana waa soomayaa haddii sanadka dambe ilaahay gaarsiiyo mana uu yangaanin nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska saxiix saxiix muslim kadibna maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad ayaa ugu wanaagsan yaasu haddaad soomi karto waa maanta oo sagaal iyo berito oo sabti ah waxaa kaleto iyana wanaagsan oo culimmada qaarkeed sheegay sida imaam shaafici iyo inay ugu wanaagsan tahay saddex maalmoodba laga dhigay maalinta caashuura maalin ka horreysa maalin ka dambaysa iyaduna waa ansax waxaa ugu hooseeya maalinta caashuura keligeed inaad soonto iyaduna saa sheegnay sababbay leedahayo keligeed haddaad soontana wuu heli karaa qofka laakiin waxaa wanaagsan maalin ka horreysa iyo maalinta caashuura ama maalin ka dambaysa maalinta caashuura iyo maalin ka dambaysa ama labada maalmood oo ka horreeya iyo tan ka dambaysa intuba waa ansax ilaahay subxaanahu watacaala khayrkaana waafajiyo towfiiqdiisana allahna waafajiyo allahuma aciza alislaam walmuslimiin waadila shirka walmushrikiin wadamir acdaaka acdaa addiin allahuma ina nas'aluka alcaafiyata fi diinina wadunyaana waahlina wamaalina اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلوا وسلموا على الهادي البشير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا صدر الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.